في القصر الكبير أو لغران بالي الباريسي العريق، قدم كارل لاغرفيلد مصمم دار شانيل للأزياء مجموعته الجديدة لخريف وشتاء هذا العام في الخياطة الرفيعة أوت كوتور، مجموعة كرم من خلالها المصمم رموز باريس الأدبية من خلال أزياء جسدتها عارضات باريسيات يرتدين أحذية بكعب عال مع تسريحات تعكس حقبة الروك. في كل مرة أتي إلى القصر الكبير لحضور عرض أزياء شانيل، أبهر بمخيلة كارل في تصميم ديكور العرض. الجوخ والكريب والدونتيل والموسيلين والتفتة إلى جانب التويد الذي عرفت به دار شانيل شكلت جميعها قطع الموسم القادم. أما الألوان فاستوحاها لاغرفيلد من مدينة الأنوار باريس، إذ شهد الرمادي والذهبي وكذلك الفضي الذي يعكس ضوء القمر على نهر السين، والأخضر النعنعي الذي يمثل أسطح بيوت العاصمة الفرنسية. يمكن ارتداء قطع أزياء مجموعاتي الجديدة بطرق عدة، كالسترات التي يمكن ثني أذرعها أو فردها، وترتدى كذلك تنانير قصيرة تحت طويلة. القفازات النسائية الناعمة والأوشحة الخفيفة شكلت أكسسوارات المجموعة، أما زي العرس فقدم على شكل فستان مع سترة طرزت عليها ورود. أنا كمغني أحب أن أرتدي قطع أزياء جميلة على المسرح أمام جمهوري. الموسيقى والأزياء قرينتان تماما كالوقت والمكان. إذا ضفاف نهر السين الذي يقطع وسط مدينة الأنوار والأزياء باريس يجسد اليوم في مجموعة جديدة لكارل لاغرفيلد على منصة عرض، وكأن العارضات باريسيات يتمشين على هذا الرصيف التاريخي. من عرض أزياء دار شانيل، ليث بزاري، العربية، باريس.